تحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي مجددا هنا من داخل فندق الإقامة. في هذه اللحظات معايا بالطبع الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق النادي الأهلي هنا في بوتسوانا استعدادا لهذه المباراة الهامة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا في المجموعة الأولى. أستاذ خالد الدرندلي برحب بحضرتك والكابتن ميدو بيرحب بيك وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. رحلة سفر كانت طويلة يا أستاذ خالد، ومع ذلك تعتبر هي أقل مدة سفر لرحلة الأهلي من القاهرة حتى الوصول للعاصمة البوتسوانية جابرونة. شفت الرحلة إزاي والترانزيت في أديس أبابا ومشقة السفر وكمان استقبال مسؤولي تاونشيب بعثة الأهلي وإذلال كافة العقبات بالتنسيق كمان مع الكابتن محمد يوسف والكابتن سمير عدلي المدير الإداري اللي سبق البعثة 48 ساعة. هو طبعا سبق البعثة دي كابتن سمير، لازم الحقيقة يعني إحنا تعودنا على كده من سنوات ان ده مهم جدا ان حد يبقى موجود، خاصه ان احنا البلد هنا ما فيهاش تمثيل دبلوماسي لينا، فما فيش حد من السفاره بينسق بيساعدك بيوجهك، فكان الكابتن سمير لازم يكون موجود. الحقيقه قام بكل الدور بتاعه على اكمل وجه، الاوتيل كويس جدا، الملعب هو ده الملعب المتاح، يعني ما عندهمش ملعب احسن من كده لان هم كان في ملعب احسن بس ترتان واحنا مش هنلعب على ترتان، فكان لازم كابتن سمير. الحقيقه احنا جايبين معانا الشيف بتاعنا برضو يشرف على الاكل لان اللعيبه بيبقى عندها نفسيا كده عايزه تاكل اللحم المصري، عايزه تاكل اكل مصري، فاحنا ده كل ده حاجات احنا بنوفرها. النادي الاهلي بيحاول يوفر احسن ظروف واحسن يعني حاجه تريح اللعيبه نفسيا كمان. السفريه احنا وقفنا في اديس ابابا الساعه دي، كان الحقيقه انت كنت معانا برضو محمد وشفت منظر المطار مرعب، احنا قلنا ده ولا 3-4 ساعات عشان نعدي الطابور ونوصل للجيت. الحقيقه احنا تصرفنا وفهمنا الناس ان احنا فوتنا الطياره اللي كلها ساعه وخلونا طلعنا بره الزحمه دي، وصلنا للجيت بتاعنا خدنا الطياره وقفنا بعد كده في فيكتوريا فولز برضو ساعه، طبعا مع القعده في طياره والمسافه طويله فاللعيبه بتبقى رجعيه مرهقه، فعشان كده عملوا التمرين الاطالات ده امبارح بعد يعني اول ما وصلنا. الاقامه انا شايف الاقامه كويسه الحمد لله ما فيش مشاكل، الاوتيل موفر لنا كل حاجه، وده طبعا اختيار برضو ده كان من توصيات الكارتيرون اللي هو عايز الاوتيل ده اللي هو نزل فيه قبل كده، نزل فيه مع مازيمبي قبل مع مازيمبي، فالحقيقه يعني كان اختيار موفق. كابتن سمير عرف يظبط لنا كل احتياجاتنا، على سبيل المثال يعني بعد التمرين عايزين تلج، عايزين بكميات بيجي لنا كل حاجه، فالحمد لله يعني احنا بنستطيع ان احنا النادي الاهلي بنظامه بقدراته بيوفر كل حاجه متاحه. يعني استاذ خالد صباح اليوم تلقيت مكالمه مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للاطمئنان على احوال البعثه ورسالته للاعبين وللجهاز الفني في هذه المباراه، تفاصيل الاتصال الهاتفي والمكالمه وما نقلته ايضا بعد هذه المكالمه للاعبين والجهاز الفني. بص هو الكابتن الخطيب بيتصل اهم حاجه عايز يعرف اللي احنا طالبينه حصل ولا لا، اللعيبه مستريحه ولا لا، المدير الفني في حاجات طالبها مش موجوده، يعني ده كان طبعا اول حاجه وصلته كويس ده امبارح كمان وصلته كويس كل شيء تمام الحمد لله، في حاجه يعني ما فيش كله ماشي كويس النهارده، طب اخترت الملعب هتمرنوا الساعه كام، البروجرام بتاعكم ايه، في حد من اللعيبه عيان حد يعني الحقيقه كل الحال الحمد لله كل حاجه ماشيه كويسه، فهو اطمن يعني من الناحيه دي، ويعني واحنا بننقل طبعا كل يعني كل رغبات الجهاز الفني بننقلها له لو في حاجه محتاجينها، هو في نفس الوقت بيبلغ اللعيبه شدوا حيلكم الجهاز الفني ربنا معاه، يعني الكلام الحلو ده اللي هو فعلا بيدي عزيمه وبيدي ثقه للعيبه، ان احنا مجلس الاداره كله بيكلمه، والحقيقه كذا حد من مجلس الاداره كلمني يعني ناس كثيره بتكلم تطمن برضه، وهو ده النادي الاهلي احنا اي حد فينا بيسافر كل زمايله لازم يطمنوا عليه ودي حاجه يعني احنا متعودين عليها.
اكتر. استاذ خالد، حضرتك سافرت يمكن سفرات مع الاهلي في افريقيا وشفت ما يحدث في القاره الافريقيه، بالمقارنه بهذه الرحله تشعر ان الظروف الحمد لله مواتيه لتحقيق انتصار مهم في بوتسوانا، العوده بثلاث نقاط؟ للعلم يمكن دي لاول مره سفريه للاهلي في بوتسوانا في المباريات الافريقيه منذ سنوات طويله، كانت دايما مباريات الاهلي في جنوب افريقيا، لكن بوتسوانا كان تحديدا المنتخب ده الوطني بيجي يلعب هنا اكثر من مره. انا اول مره الحقيقه اجي. الحقيقه الظروف احسن من حتت كتيره، يعني الاقامه والتنقلات والظروف، البلد ده الجو، الجو كمان الجو كويس جدا. يعني الحمد لله احنا كنا بنروح في حتت كتيره بتلاقي الجو حر، رطوبه، اثيوبيا مثلا مفيش اكسجين، الدنيا صعبه، الظروف الاوتيل اقامته مش مريحه، انما الحمد لله احنا كل حاجه كويسه. لا ينقصنا بس هو يوم المباراة ان احنا نبسط ونسعد جماهيرنا ان شاء الله باذن الله، وانا عندي امل بكده باذن الله. طيب، في ظروف الرحلات الافريقية قد تفاجئ بفقدان حقائب السفر وما يحدث في الترانزيت والسفر في افريقيا، كيف تغلبتم على هذه النقطة تحديدا في ظل ان بعض ادوات التدريب وبعض الادوات الطبية والمعدات التي يحتاجها الجهاز الطبي والجهاز البدني، شرط اللاعبين الخاصة زي مؤمن زكريا وميدو جابر، هل في انتصابات لإعادة الشرط واستعادتها خلال الساعات؟ هي طبعا دي عملت الأول كده يعني شيء من البلبلة شوية مع، ولكن تغلبنا عليها، يعني كان في الزيوت بتاعة التدليك نزلوا اشتروا النهارده، الماعة اللي بتتحط في التمرين بالصدفة كان حارس جايب معاه شوية زيادة في شنطة تانية، ف يعني تغلبنا على الحاجات دي، الكور كلها موجودة، مفيش حاجة يعني كله بنتغلب عليه، لأن احنا جايين في معسكر مش عايزين نفكر في السلبيات، احنا عايزين نفكر في حلول، وبعدين احنا قلنا اللي مش موجود ننزل نجيبه، احنا مش هنقعد نندب حظنا يعني، لا لازم نتعامل ولازم يعني نكيف نفسنا مع الواقع. والحقيقه انا مش شايف ان دي مأثره في اي حاجه، الناس كلها تعاونه، الناس كلها مركزه في الماتش، يعني تركيز بجد، لان يعني مش عايزين نقول ان هو ماتش مش صعب، لا هو ماتش صعب، مش عايزين نتهاون بيه، وما نضعش في القياس او في التناسب والنسبه والتناسب ما بين المباراه السابقه خالص، لان كمان الماتش ما بعد هذا الماتش، خلي بالك ده اول ماتش للجهاز الفني الجديد خارج مصر، الفرقه فيها ناس جديده اول مره تسافر مع النادي، احنا اول مره نيجي البلد، ففي كام حاجه انت ضاع منك نقاط، تعادل في مصر مع الترجي، خساره مع كامبالا في اوغندا، فيعني دي المفروض ان احنا بنعوض النقاط دي عشان نرجع في مقدمه المجموعه ان شاء الله، فالماتش مهم مش سهل، والفرقه مش مهما كانت انت كسبت 3-0، ولكن انت هنا بتبتدي صفحه من اول وجديد، بتنسى اللي فات، ده ماتش من اول وجديد، فكله عايز يثبت نفسه، وكله عايز يرجع الثقه، وكله عايز تقول ان النادي الاهلي برضه في المقدمه، لان بطوله افريقيا مش سهله السنه دي. وبعدين عندنا احنا اول ما ننزل عندنا ماتش اسماعيلي، فالدوري والدوري السنه دي دوري جامد برضه، فانت لازم تكون راجع بادي بدايه كويسه، لعيبتك عندها ثقه في نفسها، فوز بيرفع كتير جدا من هذه الثقه، فالماتش ده مش مجرد ثلاث نقاط وبس، لا انا شايف ان هو له تبعات ثانيه كتيره جدا مهمه. ونتمنى باذن الله ان احنا فعلا نرجع منصورين كده والثقه موجوده والبدايه كويسه باذن الله. طيب استاذ خالد، في ختام حواري، البطوله الافريقيه هو الهدف يعني الاسمى والتارجت الاكبر لمجلس الاداره واللاعبين والجهاز الفني والجمهور واعضاء النادي الاهلي. بصفتك امين للصندوق ليس رئيسا للبعثه، العوائد المالية أصبحت للبطولات الأفريقية في الفترة القادمة تقدر دخلا كبيرا، خاصة أن الفائز يتأهل لمونديال الأندية وهناك أموالا قادمة في هذا الملف، هذه المسألة بالمقارنة برحلات السفر وما يدفع في هذه الرحلات الأفريقية، أنا عايز أقارنها عشان المشاهد يشوف بس الأجواء الأفريقية والبطولات الأفريقية بالمقارنة بالبطولات الأوروبية. نعم الأهلي وضعه مختلف، بيفوز بالبطولة حتى إذا كانت الماديات لها وضع مختلف، لكن بصفتك أميرا للصندوق كيف ترى هذه المسألة؟ شوف هقول لك حاجة، إحنا لسه كنا بنتكلم النهاردة واحنا في الملعب بالفعل في هذه النقطة، كنت مع الكابتن سمير عدلي والكابتن محمد يوسف على التكلفة، لأن احنا فوجئنا بأن طالبين، احنا طلبنا مايكرو باص للإعلاميين، ففوجئنا بالفندق هنا بيقول لنا
800 دولار عشان يودينا ويجيبنا. هي البلد غالية جدا في يوم واحد يعني ده كل يوم. فشوف قد ايه التكلفة. طبعا احنا تعاملنا، انا سبت لهم عربيتي وركبت انا مع اتوبيس اللعيبة عشان نوفر. احنا مش جايين نتمنظر بين والله بجد صحيح يعني. قلت لهم لا انا عربيتي موجودة. صعب جدا. سبت وانت كنت معايا سبت العربية وركبت مع في اتوبيس اللعيبة وده الصح. احنا بنوفر للنادي. النهارده بجينا ما فيش بقى يعني. خلي بالك احنا المرة دي اول مرة يبقى كل فريق مسؤول عن اقامته بعد تعديل اللائحة. بعد تعديل اللائحة احنا كنا دايما احنا بنيجوا عندنا الضيف بندفع لهم الاقامة واحنا بنروح عندهم بعد كده بندفع لهم الاقامة. فاحنا النهارده بس يعني لا عايزين بقى سويت ولا عايزين حاجة. احنا عايزين نوفر بأي ما نقدر. جايبين اكلنا معانا. حاولنا نعمل دي مع الاوتيل هنا ان احنا نخفض السعر عشان الاكل احنا جايبينه. فعلا نجحنا في كده. بنحاول نوفر اي حاجه لان السفريه بتتكلف من 2 ل 3 مليون جنيه. السفريه احسب تذاكر واقامه وايجار ملاعب وعربيات الحاجات دي كلها مش سهله. واخد بالك؟ فانت النهارده بتشوف بتلعب كام ماتش خارج ارضك. تكلف قد ايه؟ حتى وانت جوه مصر انت بتعمل معسكر وبتسافر اوتيل برضو للعيبه 4 ايام ولا بحاجه. يعني العمليه مكلفه جدا. فلازم احنا نبص لها من ناحيه ان احنا نوفر بس من غير ما نيجي على حساب الفريق او بنوفر له كل العوامل اللي هي تؤدي للنجاح ان شاء الله. طبعا بعد كده العائد المادي اللي بيجي من البطوله انت بتاخد في كذا مرحله. لازم يعوض الكلام تدريجية ده حتى تدريجية حتى لو تدريجية وبعدين طبعا بتبقى حاجة جميلة جدا لو انت وصلت كاس العالم للأندية بتعوض لك كل الكلام ده. ففعلا احنا لازم نبص لها من ناحية ان ده. وبعدين عايز اقول لك حاجة. احنا لو بنتكلم ماديات بقى احنا برضو بنقول ان كل ما الاهلي كسب ووصل افريقيا وصل كاس العالم للأندية كل ما عقد الرعايه بتاعك بيزيد. قيمتك التسويقيه فعلا. التسويق اسم النادي الاهلي بيزيد. فهي العمليه مش مجرد 3 نقط ولا ماتش ولا ماتشين ولا بطوله، لا دي ليها تبعيات كثيره جدا. فاحنا بنامل ان شاء الله كده ان احنا يعني نعدي المراحل دي ونعوض اللي احنا بندفعه وقيمه الاهلي تفضل زي ما هي في المقدمه. ونستطيع ان نعود معكم باذن الله للقب الاكثر تتويجا. يا رب. ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير. انا بجد متفائل جدا وسعيد جدا بالحقيقه يعني اول مره اسافر او اتقابل مع الجديد ناس في قمه الاحترام وحب اللعيبه. اللعيبه بتحبهم جدا. في تعاون بين الفريق كله. خليه نحل يعني بتشتغل ومنظومه كويسه جدا. انا سعيد بيها جدا ونامل باذن الله ان يكون موفقين ان شاء الله يعني. هل تحب تضيف اي شيء في ختام هذا الحوار استاذ خالد؟ ان شاء الله كده نتمنى بس نرجع منصورين ودعوات كل الاهلاويه والمصريين للفريق بالتوفيق سواء في الماتش النهارده او في المرحله القادمه ان شاء الله. استاذ خالد الرندالي رئيس بعثه النادي الاهلي وامين صندوق مجلس الاداره بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لعائله الاهلي واسره النادي الاهلي ان شاء الله. الف شكر.